نفس بريشر of the gas B and rho is density. Find the dimension of velocity in terms of B and rho. بيقول لي هنا لو عندك ال B هو الضغط بتاع الغاز اللي عندي و ال rho هي الكثافة اللي هي الدنستي. عن طريق استخدامك للدايمنشن find ال velocity اللي هي السرعة في دالة in terms of ال B و ال rho. معنى كده ان هو بيقول لي ان ال velocity بتعتمد على البي اللي هو البريشر وبتعتمد على الدنستي، او بيقول ان الفي عايزها كانها داله في البي وفي الرو، السرعه as a function of b and rho. عظيم جدا. في النوع ده شباب من المسائل احنا بيديك كميات فيزيائيه بتعتمد على كميات فيزيائيه تانية، وعن طريق استخدامك للدايمنشن بنقدر نستنتج المعادله اللي بتحكم العلاقه دي. تمام كده. طيب هو هنا في المساله بيقول لي ان الفي دي بتعتمد اللي هي السرعه بتعتمد على الضغط والكثافه اللي هي الرو. فهنا في المسألة ما قاليش التناسب هنا طردي او عكسي، بس احنا اللي كاتبينه ده يعتبر تناسب ايه؟ يعتبر تناسب طردي. فعشان اقدر احقق العلاقة بتاعتي، وانا هنا ما قاليش في المسألة اذا كان تناسب طردي او عكسي linear proportional او inversely proportional، ده هو بيقول لي الفلوستي دالة in terms of البريشر والكثافة. تمام كده. فكل اللي احنا بنعمله في النوع ده من المسائل اللي انا بعمل برفع الكميات الفيزيائية عندي ديت لباور لفاريابل متغير بالنسبة لي، ولو قدرت احدد الفاريابل ده بيساوي كام هقدر اطلع القانون بتاعي. فبعمل ايه؟ فبعمل ان انا بحط الكمية الفيزيائية اللي عندي ده اللي هو البي اس باور فاريابل متغير مثلا وليكن ايه، والرو ده اس بي. تمام كده. لو قدرت احدد الاي والبي يبقى انا اقدر اجيب العلاقة بتاعتي. طيب عشان اشيل علامة التناسب وحط يساوي لازم نحط ايه؟ ثابت التناسب. فيساوي الفي بتساوي ثابت التناسب ده هنسميه وليكن مثلا كي بي اس اي رو اس بي. تمام كده. بحيث ان كده از دايمنشنلس. تمام. كونستانت ملوش اي ابعاد، ده عبارة عن زي رقم مهمول بالنسبة لي في ايه؟ الابعاد. طيب انا دلوقتي عايز استنتج علاقة صحيحة ولا عايز استنتج علاقة خاطئة؟ عايز استنتج علاقة صحيحة. فعشان علاقة تكون صحيحة لازم ابعاد الطرف الشمال اللي هو الليفت هاند سايد ده لازم يساوي ابعاد الطرف اليمين اللي هو الرايت هاند سايد. تمام. فعشان الابعاد لازم تكون تساوي بعضيها، فاقدر اطلع من طريق استخدام ان انا اساوي الابعاد بتاع الطرف الشمال بتساوي ابعاد الطرف اليمين اقدر احدد العلاقة ديت صحيحة او خاطئة. تمام. فلو ساوت الابعاد هقدر اطلع ال A وهقدر اطلع ال B. طب تعالى كده نمسك الطرف الشمال اللي معانا اللي هو السرعة. طبعا احنا عارفين ممكن نقدر نجيب الكميات الاول اللي هي السرعة. السرعة عبارة عن مسافة على زمن اللي هي L T باور ماينس 1 و البريشر اللي هو عبارة عن ايه؟ الفورس بير يونت اريا. تمام. الفورس عندنا M L T باور ماينس 2 والاريا اللي هي L سكوير. يبقى البريشر اقدر اختصره بايه؟ M L مع L سكوير هتفضل لي L باور ماينس 1 وال T باور ماينس 2. تمام كده. اخر حاجة الكثافة. الكثافة اللي هي الدينستي. تعريف الكثافة هو عبارة عن ايه؟ الماس بير يونت فوليوم. تمام كده. فعشان اجيب الكثافة هي عبارة عن الماس اللي هي بالام كابيتال والفوليوم اللي هو التكعيف، تطلع في فوق في الاس بتاعنا تبقى باور ماينس 3. تمام كده. يبقى انا جبت البريشر والدنستي والفلوستي. نرجع للشكل العلاقة بتاعنا اللي هي الفي بتساوي كي اللي هو الدايمنشنلس كونستانت بي اس اي ورو اس بي. لو انا سويت الابعاد بتاع الطرف الشمال بيساوي ابعاد الطرف اليمين نقدر نحدد قيمه ال A وقيمه ال B. هطلع معادلتين في مجهولين احلهم جبريا مع بعض نقدر نطلع ال A وال B بتاعتنا، فنقدر نستنتج العلاقه اللي احنا نعوض بيها في القانون ده، فنطلع بالقانون اللي احنا طالبه في المساله بتاعتنا. تعال نرجع تاني كده. بيقول لي ال V اللي هي بتساوي
ك بي اس اي وبي ورو اس بي. اول ترم عندي اللي هو السرعه اللي هو عباره عن ال تي باور ماينس 1 بيساوي الك، ده ليه ابعاد؟ ملوش اي ابعاد، فكاني مش شايفه. ابعاد البريشر اللي احنا جبناها مع بعض اهو، ام اس اي ام اس 1 ال اس سالب 1 وتي اس سالب 2، يبقى ام في ال اس ماينس 1 في تي اس ماينس 2، تمام كده. طيب ابعاد الرو كل ده مرفوع لي باور كام؟ باور اي. ابعاد الرو، ابعاد الرو قلنا ام ال باور ماينس 3 اس بي. الخطوه اللي بعد كده يا شباب ان احنا هنعمل توزيع للاي والبي على الاقواس الموجوده عندنا، تمام كده. فهنقول هنا ال تي باور ماينس 1 اللي هو الطرف الشمال بيساوي ام اس اي، تمام، ال اس سالب اي وتي اس سالب 2 اي. ده الترم الاولاني مضروب في الترم الثاني اللي هو ام اس بي وال اس ماينس 3 بي. عظيم جدا. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنبسط، هنجمع الكميات اللي هي متشابهه مع بعض ونضربها عند الضرب. اذا تساوت الاساسات تجمع الاسس، طبعا عارفين العلاقه ديت من تاني اعدادي، ان عند الضرب اذا تساوت الاساسات تجمع الاسس. فهنا ام وهنا ام، تمام، اساس يساوي اساس، يبقى الاس ايه عند الضرب تتجمع، يبقى هنا ام اس ايه هنا ام اس بي، يبقى الاي زائد البي، تمام. طيب ال هنا عندي ال اس ماينس اي وهنا ال اس ماينس 3 بي، عند الضرب اذا تساوت الاساسات تجمع الاسس، يبقى ماينس اي ماينس 3 بي. عظيم. وهنا التي مفيش غير تي واحده اللي هي ماينس 2 اي، تمام. طيب الناحيه الثانيه بقى ال وتي ماينس 1. النوع ده شباب من المسائل بيكون الخطوات بتاعته بتكون ثابته، ما بتتغيرش عن مساله سهله او مساله صعبه، الخطوات بتكون واحده. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا بنعمل عمليه مقارنه ما بين الطرف الشمال اللي عندنا ده والطرف اليمين. طب لو بصيت كده على الطرف الشمال هتلاقي ال وتي ترمين ال وتي، هنا في ام وال وتي. طيب هقدر اقارن ازاي؟ بعمل عمليه بسيطه جدا، ان انا برفع ام اس 0، بحط عندي في المعادله عندي ام باور 0، اي حاجه اس 0 بكام؟ بواحد. فكاني ضربت ال اس تي ماينس 1 ده بواحد. ليه بعمل كده؟ عشان اسهل عليا المقارنه، ان انا اقارن الطرف اليمين بالطرف الشمال. فاساس يساوي اساس، الاس يساوي الاس، يبقى الام هنا تساوي الام هنا، يبقى الاي زائد بي بتساوي كام؟ الاي زائد بي بيساوي 0، تمام كده. يبقى دي اول معادله بالنسبه لنا. طيب يبقى دي المعادله رقم 1، تمام كده. طيب اساس يساوي اساس، يبقى انا عندي ال ال ديت اللي هي اس باور 1، ال 1 هنا ما بيتكتبش، الواحد ما بيتكتبش في الباور، يبقى انا عندي ماينس اي ناقص 3 بي بتساوي كام؟ بتساوي 1، تمام كده. دي المعادله رقم 2. طيب المعادله رقم 3 ان اساس يساوي اساس، التي بتساوي التي، يبقى ماينس 2a بتساوي ماينس 1، يبقى ماينس 2a بتساوي ماينس 1، ودي المعادله رقم 3. عظيم جدا. يبقى انا دلوقتي بدل ما كمان يطلع لي معادلتين، لا طلع لي 3 معادلات اقدر احلهم مع بعض واطلع الاي والبي، ونخلصنا كده يكون خلصنا المساله. طيب من المعادله رقم 3 اللي اسهل معادله اقدر اطلع قيمه الاي، الاي بتساوي كام؟ الاي هتساوي هاف، سالب مع السالب يتفضل لي الاي بتساوي نص. طيب عظيم جدا. طب هنا لو عوضنا في اي معادله من الاثنين دولت، هعوض مثلا في المعادله رقم 1 هلاقي ان الاي زائد بي بتساوي 0، معنى كده البي بتساوي ماينس الاي، فالبي ساعتها هتساوي ماينس هاف. يبقى انا جبت اقدر حسبت الاي وحسبت كام، وحسبت كمان البي اللي هي بسالب نص. لو انت عايز تتاكد من الحل بتاعك لازم الاي والبي يحققوا المعادله رقم 2 لو عوضنا بيهم، فعوض كده بيهم، ادي ماينس هاف الاي بسالب اي يبقى ماينس نص، ناقص 3 البي عندي بماينس نص، هنشوف كده بيساوي مع بعض كام، ادي ماينس هاف سالب في سالب بموجب
تلاتة على اتنين. تلاتة على اتنين اللي هي بواحد ونص، تمام كده. يبقى واحد ونص ناقص نص اللي هي كام؟ واحد، اللي هي فعلا المعادلة رقم اتنين اتحققت معايا. يبقى انا كده بتشك على نفسي في الحسابات بتاعتي وانا بحسب الدايمنشن، طلعت الاي والبي متساويين بطريقة صحيحة من معادلة رقم واحد ومعادلة رقم اتنين، الاي بنص والبي بماينس نص. كل اللي انا هعمله بعد كده، الخطوة اللي بعد كده، هعوض بقيمة الاي هنا وهعوض بقيمة البي ونقدر نطلع السرعة. نشوف كده مع بعض. يبقى انا عندي العلاقة كانت بتساوي ان الفي بتساوي كي اللي هو الدايمنشنلس كونستانت اللي احنا كنا حاطينه عشان علاقة التناسب، البي اس اي والرو اس بي. يبقى السرعة الفلوستي بتساوي كي، البي كانت اس اي والاي كانت عندي بكام؟ الاي كانت عندي بنص والبي بسالب نص، فاحنا نعوض بيها هيبقى البي اس نص والرو اللي هي الكثافة اس سالب نص. ده اللي احنا طالب معانا في المسألة. فيبقى القانون بتاعنا ان السرعة بتساوي، طبعا ممكن نكتبها كده او ممكن نسيبها، بس ممكن تحسن في شكلها شوية. احنا عندنا هنا نص، ده اللي نص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكوير روت. طيب لو هنا الاس بالباور، الباور عندي هنا، الاس الباور عندي هنا بالبوستيف، يبقى تناسب طردي فيبقى في البسط، وهنا الرو هنا الاس بتاعنا او الباور بتاعنا بالنيجاتيف، يبقى تناسب عكسي انفرسلي بروبورشنال، يبقى في ايه؟ في المقام، يبقى تحت. ودي العلاقة اللي فعلا بتربط السرعة. يبقى السرعة الفلوستي بتساوي نمبر كده، عبارة عن نمبر مضروب في جذر بي على رو. واثبتنا العلاقة بتاعت السرعة في دلالة البريشر والدينستي.